يستهله وللأسف بإرهاب الطرقات الذي يواصل حصد المزيد من الأرواح، حيث تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لبلدية الدحموني مدعما بالوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية لدائرة المهدية من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 14 قرية لقباب المكان المسمى مزرعة اللوز ببلدية 70 دائرة المهدية بولاية تيارت. الحادث خلف 3 وفيات تتراوح أعمارهم بين 19 و86 سنة في عين المكان، و6 مصابين تتراوح أعمارهم بين السنة و56 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى يوسف دمرجي بالولاية. التغطية لديار بن داود. وقع حادث مميت للمرور بالطريق الوطني رقم 14 في الشط الرابط بين ولايه تيارت وولايه سمسيت. حسب المعاينات الاوليه، الحادث ناتج عن انصدام مباشر بين سيارتين سياحيتين وكاد السرعه المفرطه. فور وقوع الحادث تنقل افراد وحدات الكتيبه الاقليميه للطرق الوطني بتيارت مرفوخين بتقنيه حواجز المرور لتحديد اسباب وقوع الحادث. أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص رحمهم الله وجرح 6 آخرين، تم نقلهم على جناح السرعة في المؤسسة الإسفائية بتيارت. نطلب من السواق تخفيض السرعة والتزام بقواعد السياقة السليمة.